فقرتنا الأولى هي فقرة أساسية نتناولها كل يوم وبكل حلقة من برنامجكم الصباحي صباح الجاز. اليوم راح نتكلم عن ظاهرة جدا مؤلمة ومؤسف. المجتمع العراقي شهد انتشار هذه الظاهرة بالفترة الأخيرة وخاصة بعد دخول السوشيال ميديا. كلنا نعرف هاي الظاهرة بدت بالانتشار، بدت تزداد بكل محافظات العراق للأسف، ولهذا شهدت المحاكم نسبة جدا عالية من الطلاقات. إذا موضوعنا لهذا اليوم راح يكون عن الطلاق، الندم اللي يعقب الطلاق، وشو هي النسبة أو شو الأمور والأسباب اللي تؤدي انفصال كل شخصين اللي أكيد صار بيناتهم ارتباط على سنة الله ورسوله. اليوم عندنا كثير من المواضيع، عندنا كثير من التفاصيل راح نخوضها بهذه الفقرة وبحلقتنا لهذا اليوم، ونتكلم عن أمور جدا مهمة. كلنا نعرف الارتباط هو يكون بين شخصين، أكيد لازم يكون أكو تفاهم، أكو حب، أكو ثقة، وإذا هذه الأمور ما كانت متواجدة بين شخصين راح تكون نهايتهم مؤلمة ويكون بيناتهم انفصال. أبغض الحلال عند الله الطلاق، وأكيد ماكو واحد مسامع بهذا الشيء، لكن للأسف لما يكون ارتباط بين شخصين هذا الارتباط راح يكون به أطفال. هنا اللي راح يتضرر بالأخص بالمجتمع العراقي أولا المرأة، يعني عندنا المرأة إذا يطلقون عليها كلمة مطلقة عندنا بالمجتمع العراقي هذه التسمية جدا صعبة، وخاصة إذا يكون أكو أطفال بالموضوع، الأطفال راح يكونون الضحية الأولى بهذا الموضوع، والضحية الثانية هي المرأة. لكن الطلاق وسببه إلى كثير من الأمور اليوم أكيد راح نتناقشها أنا وزميلي عبد الله. برأيك اليوم يا عبد الله شو سبب نسبة زيادات بالمجتمع العراقي؟ أنا برأيي بالأخص بعد دخول السوشيال ميديا لاحظنا انتشار الطلاقات بكل عموم محافظات العراق للأسف طبعاً. أكيد يا حسناء، لكن هذا السبب مو رئيسي بحد ذاته. أكيد. سبب أسباب أكثر اللي هي أول شيء زواج القاصرات. الزواج اللي ينبني على اساس خاطئ اللي هو انه الشخص يتزوج او حتى الاثنين الطرفين انه الولد او البنيه يكون عمرهم جو 18، يعني البنيه عمرها 13 سنه او 12 سنه والولد عمره 16 سنه، هذول اصلا ما داخلين بأي مشاكل، ما مارين بصعوبات الحياه، ما يعرفوا شلون راح يفوت هذا الموضوع. اكيد يا حسناء، وما يعرف شلون راح يفوت بمشاكل ويحلها، شلون راح يدير بيته، شلون راح يحافظ على اسرته، ما هاي الامور كلها هو مسؤوليه، خاصه البنيه، البنيه يعني بعمر ال 12 سنه وال 14 سنه تكون يعني هي طفله، يعني بحد ذاتها انت تلعب تريد مراهقة. تعيش حياة طفولة. لا مو مراهقة، طفلة، بس بهذا العمر طفلة مراهقة، طفلة، لأن العمر 12 سنة من تشوفيها تلعب بالشارع زين وتيجي تاخذها من مكان بمملكتها اللي هي ألعابها ومدرستها وصديقاتها وتوديها المكان بنظرها هي مكان مرعب. شلون بس بالنسبة للعراقيين هذا السن كلش حلو، يقول لك والله مثلا زوجها يربيها على ايدي. هذا اكبر غلط يا حسناء. اليوم احنا اليوم اذا نحكي زواج القاصرات واحدة من المشاكل اللي دخل بها المجتمع العراقي بنسبة كبيرة من الطلاق، هي واحدة من الأسباب هي زواج القاصرات. يعني اليوم احنا نشوف طفلة عمرها 13 سنة مطلقة. انا اعرف ناس يعني صارت قدامي الحالة انه طفلة عمرها 14 سنة حامل وطلقت وهي حامل. شوفوا يعني هاي كارثة. أول شيء البنية يعني طفلة وانتهت يعني مستقبلها انتهى، لأنه يعني طفلة 14 سنة وحاملة مطلقة، يعني حتى راح يسأل وتعرف نظرة العالم شنو المطلقة شو راح يقول وكل سبب شنو تلقى سبب أمها أو سبب يعني هو الرجال إنه أو مو رجال يعني ما احترامات لهم يعني 16 سنة هذا بعد ما مكتمل رجوليته بعد ما مكتمله يعني بعد ما يعرف يحكي بعد ما يعرف يتصرف ودي يقود بيت. هذا غلط. يعني أنت هسه من تزوجين طفلة 14 سنة عمرها وتطلق وهي حامل، أول مشكلة راح تصير هي مشكلة الأطفال. صحيح. الطفل اللي ببطنها لا راح ينولد بأم غير مكتملة عقليا، لأنه هاي الطفلة زين وأب ما موجود. صحيح. وعائلة متفككة. وتعال اثبت حكي، أكيد لأنه طبعاً. أكو إجراءات صعبة بالمحكمة بالعقود ومعرفة هاي الأمور.
يعني تعال حل كل هاي الازمات. وهاي غلطه شنو؟ غلطه الكبار اكيد، لان طبعا لو الاباء والناس الكبار اللي مسؤولين يعني شلون تربيه او تصرفات هذول الاطفال اللي زوجوهم بسن هو سن حرج، وما اعتقد انه هو يصلح للزواج اصلا حتى فوق ال 18 يكون بسنه او سنتين. يلا البنيه تكتمل، العقل الولد يكتمل، لانه هاي امور حياته يعني دنيا انه ما حد يعرف شلون يتصرف فيها بمشاكله وهاي الامور.